السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في اليوم المفتوح في قناة الصحة والجمال. اتعودنا في اليوم المفتوح اللي احنا بنتكلم فيه عن الأعياد ورمضان، وبنتكلم فيه عن كل الحاجات اللي بتخص المجتمع بتاعنا. اتكلمنا عن كورونا، اتكلمنا عن المحامين، عن الأطباء، عن كل حاجة ممكن تخص المجتمع المصري بنتكلم عنه. احنا ما زلنا في أيام العيد، وهنتكلم النهاردة في موضوع يعني غريب شوية علينا وغريب على مسامعنا. هنتكلم ونقول إن الست المصرية ما بتغلبش. الست المصرية في أي مجال بنلاقيه، الست المصرية بتشتغل أي شغلانة. الست المصرية لأنها بتشتغل في حرف كتيرة جدا. الست المصرية ممكن تكون موظفة، ممكن تكون موظفة في إدارة، في بنك، في أيا كان. الست المصرية ممكن تكون صاحبة حرفة. الست المصرية ممكن تشتغل شغل يكون بتاع رجال بس، وهي تدخل في المجال ده تنافس وتثبت وجودها. اشتغلت في السواقة، بقت تسوق عربيات، اشتغلت بتودي مدارس وتجيب مدارس، اشتغلت في حاجات كتيرة قوي. بس لما نسمع ان في ست دخلت في مجال صعب شوية، كله سكاكين وكله ذبح وكله، نقف مع بعض شوية ونقول ازاي. ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا مع الأستاذة نور الهدى، سيدة أعمال وبتشتغل في حاجة مهمة جدا. هي اللي هتقول لنا الحاجة اللي بتشتغل فيها، وهنبدأ ونقول لك كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب أستاذ هاني، منورانا في أيام العيد في قناة الصحة والجمال. ميرسي. أستاذة نور، هبدأ معاكي كده، وأنا قلت في المقدمة إن الست المصرية ما بتغلبش. تمام. الست المصرية في أي مجال بتشتغل، ولكن واضح إن الست المصرية ابتدت تدخل في مجالات تنافس الرجال فيها، ومجالات صعبة قوي، مجالات يعني ما ينفعش الا الراجل هو اللي يشتغل فيها. ولكن لما فوجئت بان انت بتشتغلي في المجال دوت، قلت لا، نقف وقفه ونعرف ازاي ابتدت قصتك مع المجال دوت. تقولي لي ازاي دخلتي في مجال الجزاره. طيب نبدا الاول، ابداي بقى زي ما انت عاوزه. المراه المصريه سفيره، وزيره، دكتوره، ام، تمام، جدة، عمتي، عمتك، خالتي، خالتك. المرأة المصرية مرأة مش للبيت بس، مرأة عاملة، مرأة نشيطة. أنا لما نزلت السوق حكم مهنتي مجالي كان بعيد خالص عن الجزارة، رغم إن جدودي جزاري، اللي تاجر مواشي، الجزار، لكن أنا بعيد خالص تماما. تمام. بدايتي لا، تعبت شوية، مشاركة مع حد، مع ناس، كنت متمرساها من زمن الزمن كتجارة، لكن مش ان انا ادير محل، ادير مكان فيه 15 جزار ادارة. تمام. الموضوع كان في بدايته طبعا صعب، لكن ما فيش حاجة بتصعب عن المرأة المصرية طالما حاطة في دماغها انها تشتغل وتعمل من اجل الحياة، من اجل اكل العيش، مش وحش. تمام. ما بحبش اختار الحاجه السهله. يعني ممكن انا عنيده، طبيعتي عنيده. بداياتك بقى، ابتديتي في المجالات اللي انت اشتغلتي فيها، يعني انت من امتى ابتديتي تقولي لا انا عايز انزل مجال العمل والسوق وابتدي بقى اتاجر، ابتدي انزل اشتغل؟ كانت من امتى وابتديتي ازاي؟ يعني تقولي لي اول ما ابتديتي في ايه وابتديتي ازاي؟ من وانا عندي 22 سنه. أنا متزوجة، عندي 20 سنة، تزوجت صغير. من وأنا عندي 22 سنة سافرت الصين، اشتغلت استيراد تصدير، اشتغلت في الأحجار الكريمة، اشتغلت في حاجات كتيرة جدا، استيراد وتصدير، اشتغلت. أنا بس هقطع كلامك، احنا معانا فيديو ليكي وأنتِ في المذبح. يعني ازاي في المذبح بقى بتقفي مع الجزارين وبتختاري اللحمه ازاي وبتقفي ازاي ازاي يعني زي ما حضرتك شايف كده. بنزل ادير شغلي. انا بطبيعتي بنام قليل جدا. الطبيعه بتاعتي بنام قليل جدا. حتى لو نايمه متاخر الساعه 3 تلاقيني 4:30 صاحي. اصحي العمال، نبدا اتحرك، نروح المجزر، المذبح، اتابعهم. حتى لو انا متواجده في البيت في الفتره بدري دي، اتابعهم لحد ما يبداوا يتحركوا.
قبل ما يكونوا متوجهين على المحل المحلات باللحوم بكون متواجدة معاهم، بستلم الشغل بتاعي، بشوف أموري ماشية ازاي، بشوف الستاف اكتمل، الناس موجودة كلها تمام، يعني الحمد لله. طب تمام، نرجع بقى للبدايات وتقولي لي البدايات ازاي؟ بدايتي في الجزارة ولا لا، في بدايتك في نزولك للعمل بقى، احنا بنتكلم كمرأة مصرية ازاي ابتدت تنزل للعمل وتشارك بقى في العمل. انا من طبيعتي من وانا صغيرة بابايا علمنا الحركة، مش اشتغل عند حد، اشتغل في مالك، اعمل في مالي. بدأت اتحرك اشتغل في مالي، مفيش حاجة اسمها فرق ما بين ولد وبنت، طالما انا اقدر اعمل دوت اشتغل فيه اشتغل فيه. مجال كويس، مجال مش ما ببصش لمكاسبها ولا ارباح، ببص نجاحها، نجاح الاول بعد كده بقى يعني التسائل دي بتاعت ربنا، يعني مش ما بفكر لهاش غير او شوف النجاح الاول، مرايه النجاح الاول قدام مني خلاص. عنيده جدا في شغلي، احب الشغل، حتى لو حد حب يرجعني ورا لا، تقدم للامام، طالما في نجاح، طالما في حاجه كويسه بس. طيب كل شغل بيبقى، كل تجاره بيبقى فيها مكسب وخساره، ومحدش بيكسب على طول طبعا. ومحدش بيخسر على طول. طيب. في بداياتك اول ما ابتديتي تنزلي وتحتكي في مجال العمل في السوق وسافرتي، بتقولي سافرت الصين، ابتديتي اول مره بقى كبنت ولسه طالعه الصين، واول مره بقى راحه الصين، كنت راحه تعملي ايه؟ راحه فسحه ولا راحه تشتغلي ولا راحه تجيبي حاجات من هناك؟ تحكي لي تقولي لي بدايتك ازاي وحصل معاكي ايه في الصين اول ما وصلتي. اول ما نصبت وصلت اتنصب عليا. طب كويس. اول مره خالص فعلا. بس مش عايزه افتكرها دي. رايحه اعمل معايا مبلغ عايزه استثمر بيه، اشتري بضاعه حاجات من الصين. استقبلني بقى احد ال ما احنا عايزين نقول بحس ان احنا نخلي الناس تفهم ما يضحكش عليها، يعني دلوقتي ناس في وعي، في وعي في المجتمع. اولادنا دلوقتي ما شاء الله عليهم التواصل الاجتماعي ما يخلاش الطفل البيبي الصغير ما يفهمش ايه ده. تمام. انا خدت خسائر كتير. يعني قد ما كاسب في خسائر اكيد، في مكسب وفي خساره طبعا. طبعا مكسب وخساره بيعم على الناس كلها طبعا. في كل حاجه، يعني احنا دلوقتي خارجين من عيد صغير. طبعا المفروض في موسم نسبه مبيعات، مش احنا بنبيع لحوم مدعمه، بنبيع منظومه تبع منظومه تبع للدوله، مبادره كلنا واحد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن نسبه المبيعات قليله. ليه؟ عشان في كورونا. تمام. ما اعرفش هل الناس، ما فيش حاجه ما اسمها ما بياكلوش، لا كل الناس بتاكل، بس خلاص اللي كان بياخد مثلا 3 4 كيلو في مثلا لحوم مشكله في الثلاجه اصبح بياخد كيلو كيلو ونص كده. في حاجات تانية بتبقى ليها اولويات طبعا عن الاكل. بحب الشغل في المواد الغذائيه بالعموم، لقيت احسن حاجه. تعرض عليا كتير كافيهات ان انا افتح كافيهات، انا مش بتاعت كده، ما حبيتش شغل الكافيهات، انا عايزه حاجه المنتفعه الناس تنتفع بيها. تمام. بس طيب حكايتك بقى، احكي لي ابتديت ازاي في الموضوع بتاع الجزاره، جات ازاي الفكره، ابتديت ازاي، ابتديتي تاخدي الخطوات بتاعتك ازاي، ابتديتي الموضوع كبير اصلا، يعني مش موضوع اللي انا عايز اشتغل في الحاجه الفلانيه بروح طيب اشتغل فيها طيب. ولكن الموضوع بيبقى ليه دراسه وليه فكر وليه دراسه جدوى وليه بدرس وبشوف الموضوع ده هيمشي معايا ولا لا، هيمشي مع مقاوماتي ولا لا، هيمشي مع شخصيتي ولا لا، هقدر اتعامل مع الناس دي ازاي؟ يعني المجال اللي انا هنزل فيه كله رجاله، كله جزارين، فئه معينه بتتعامل بالسكينه زي ما بنقول، كلامهم بيبقى صعب شويه ولكن بيبقى برضو الناس دي خدت على الدم والذبح وي، فبيبقى برضو البوم جامد شويه. تمام. كمرأة بقى نزلتي ازاي واول نزولك ليهم كان ازاي؟ يعني ابتديتي تتعاملي معاهم ازاي؟ بديت تحركي للسوق اولا، انا واخده فكره من العيله، احنا عندنا جدي الكبير تاجر، تاجر جميل، تاجر مواشي، تمام، عنده مزارع متورثينها،
بدأنا من القبيل دوت، ان انا بدأت ان انا اتحرك على المجال دوت. ابيع مواشي حية، اوكي مفيش مشكلة، كده مفيش مشاكل. لكن ان انا اقف في محل وادير محل فيه 15 فرد من الجروب العمل، جزارة جزارين، دي كانت جديدة عليا، كانت صعب في البداية، لكن بعد كده لقيتها جميلة جدا، ولقيت اللي واقفين معايا بيساعدوني لحد ما اخدت على الموضوع المشروع كويس جدا، مش وحش. قلت لحضرتك انا مش مهم بالنسبه لي المكسب قد ما انا اعمل، انت يعني اعرض منتج كويس، اطلع منتج كويس، منتج اقتصادي للشعب، منظومه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو عملها حاجه رهيبه جدا ما شاء الله عليها، فتحت بيوت كتير، ناس كتيره جدا بتيجي تاخد من الشعب، تيجي تاخد اللحوم ديت. انا ما باجي اشوف اللحوم عند الجزارين بره الحر، الجزار الحر بيكسب الضعف اتنين وتلاته، تمام. لكن المنظومه بالنسبه لمنافذ التابعه للقوات المسلحه ولوزاره الداخليه، هيئه الاستثمار التابعه لوزاره الداخليه، وغيره الخ من الامور، بس انا بتكلم على المنظومه اللي هي فيها الجيش والشرطه. كل المهم ان احنا ندي للمواطن حاجه، منتج كويس، حاجه مدعمه، تمام، غير ما بتتباع في اللحوم بره في المحلات الاخرى الحر. طيب برضه لفت نظري هنا سؤال مهم جدا، كل شغلك مع منظومه الجيش والشرطه، هل لما بتيجوا تشتغلوا مع الجيش والشرطه بيبقى برضه مدينكم تعليمات ما تخرجوش عنها، بمعنى ان انا اهم حاجه ان انا ابيع جوده كويسه، طبعا ابيع بسعر كويس، طبعا ان انا ارضي الزبون اللي بيجي، المنتج يكون بتاعي كويس جدا، يعني عشان يبقى في منافسه بيني وبين الناس اللي بره لازم يبقى في ان انا متميز بحاجه، سعري كويس، جوده الاصناف اللي ببيعها تكون كويسه، المصنعات بتاعتي تكون ممتازه. الكلام ده بيحصل، هل بيحصل بينكم اجتماعات مثلا مع القائمين على هذا المشروع، بيعملوا لكم دورات تنشيطيه تدريبيه بحيث ان انتوا بيوعوكم ازاي تتعاملوا مع الجمهور؟ تمام. هو دايما احنا عندنا كلمه الزبون على حق، المواطن على حق. انا دلوقتي منظومه، انا تحت رعايه منظومه. تمام. سلعه تكون متوفره اقتصاديه في متناول الجميع، يعني اللحم بره بتباع ب 160 وب 180 وب 200 جنيه للجزار الحر، تمام. اللحوم عندنا لو في لحوم سوداني ولو متوفر سوداني بيبقى بيتراوح ما بين 85 ل 90 جنيه. اللحوم البلدي البقري البلدي بتبقى ب 110 جنيه. اللحوم اللي ب 110 دي بتتباع ب 160 وب 180 وب 200 جنيه عند الجزار الحر. طيب انت بتجيبي اللحوم دي هل من المزارع بتاعت الجيش والشرطه ولا انت ليكي مزارع خاصه بتجيبي منها؟ انا مش جاي اعمل شو للمزارع. لا انا بتكلم انا بتعامل في ايه. انا دلوقتي في مزارع وزاره الداخليه، مصلحه السجون، تمام، في مزارع الجيش، لحومها كلها ما شاء الله عليها، كلنا بناكل منها في بيوتنا، مفيش فرق ما بينها وما بين حته اللحمه اللي بتتباع عند الجزار البلدي، وهي لحوم بلدي برضو. ايوه تمام. هي برضو لحوم بلدي واخده مرعى رعاية مصري. تمام. بس يعني لو انا بجيب حاجه من مزارعنا دي عادي يعني برضو مفيش مشكله. انا بتكلم في حته اللي انت بتشوفي ان الجيش والشرطه بيساعد برضو في حته ان هو المنتج بتاعه طبعا بيكون منتج، طبعا انت بتقولي منتج جيد، يعني ما بيفرقش عن بره طبعا. المنتج بتاعه منتج جيد. احنا بنقول ليه كده؟ لان في ناس كتيره جدا بيعدوا على المنافس ديت ويقول لك يا عم المنافس دي اللحمه بتاعتها كذا او كذا او كذا. بما انك انت هنقول ايدك في الشغلانه بقى وانت اللي بتجيبي الحاجه دي وبتشوفيها وبتطلعي عليها وبتاكلي منها، فالحاجات دي انت بتقولي ان الجيش والشرطه بيقدموا خدمه للشعب بتاعهم، بيقدموا خدمه للمجتمع المصري في ان هو بيقدم له جوده، منتج ليه جوده عاليه جدا. مظبوط. انت بتحاولي لما بيجي الزبون وبيتداول عليكي مره واثنين، اول مره جاي يشتري من عندك،
بتتعاملي معاه ازاي؟ يعني بتقولي له ايه وبتقابليه ازاي؟ لا انا بنادي الزبون، ايه رايك في اللحمه؟ ايه رايك في المنتجات بتاعتنا؟ اللي بقى قديم عندنا بيقول لا جميله كويسه وكده، اللي بيبقى جديد بيقول لك انا اول مره اخدها، اقول له اول مره ومش اخر مره، هتروح وترجع تاني. دائما بقابل الزبون، بقابل الناس، شعب، ببتسم في وشه وبضحك. يجوا يهزروا معايا ويقولوا احنا عايزين نيجي ناخد نشتري تاني. في ناس بشوشين كده، يعني احنا مش بنتعامل مع جزارين بجد. طيب احنا معانا مداخله. الو، مين معايا يا فندم؟ طيب طيب الاتصال اتقطع، هيجي لنا تاني. كملي حضرتك اتفضلي. تمام. يعني انت بتقفي للزبون مثلا، بتبقي واقفه في المنفذ بتاعك وبتتكلمي لما بيجي الزبون بيتعامل مع الجزار اللي عندك اللي بيبيع له، ويقول له مثلا انا عاوز حاجه معينه او من مكان معين او من حته معينه. تمام. في انت بيبقى دورك ايه؟ بتراقبي الموضوع ازاي؟ يعني انت بتشوفي الجزار بتاعك بيتعامل مع الزبون ازاي، وانت بتبقي واقفه بتتعاملي ازاي، وبتشوفي الحوار اللي بيدير بين الزبون وبين الجزار اللي عندك ازاي؟ بين الجزار وبين الزبون؟ الجزار اللي بيبيع من عندك والزبون اللي جاي اول مره يشتري. انا دلوقتي في جزار، في زبون جاي بيشاور على حته لحمه متعلقه في ظهر الجزار، عايز حته من دي. خلاص اوكي. في زبون مش عايز المتعلق، عايز من اللي هي القطعه المميزه، اللي في الثلاجه اللي قدامه، الترابيانكو، الريب اي، الستيك، البوفتيك، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده حسب ما الزبون عايز. شايفة ان طريقة العرض، بما ان انت بتعرضي العرض اللي هو بيليق زي الجزار اللي بره، نفس ثلاجات العرض اللي عنده هي نفس ثلاجات اللي وأفضل. عندك، نفس التقطيعة هي هي، وبيبتدي الزبون عينه بتشوف، يعني العين بتاكل قبل ما بيشوف هو. فازاي بتخلي الزبون شايفة ان انت الديكور في العرض والطريقة بتاعتك بتكون سبب لجذب الزبون ان هو يجي يشتري من عندك مرة واثنين وثلاثة؟ حقيقة زباين كتير جدا بيجوا من، يعني انا الفرع بتاع مسكن، الف مسكن، بيجي من يمين وشمال من ناس محدود الدخل ومتوسط الدخل. طبعا هي المنظومه دي معموله لمتوسط الدخل ومحدود الدخل. تمام. واي حد يجي، طبعا دي منظومه مبادره كلنا واحد تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، مباح لاي حد ياكل منها. شايفه ان الناس ابتدت في المنظومه دي ابتدت تثبت وجودها؟ شايفه ان هي ابتدت تاخد حظها دلوقتي، ان هي ابتدت الناس تبقى يبقى في اقبال عليها عن الاول؟ الناس كانت لسه مش عارفه، الناس ما كانتش عارفه ايه دي، مش عارفه دي ايه ولا نوع اللحمه. هل ابتدى نشر الوعي ليها؟ ابتدى الناس تعرف ان اللحمه دي لحمه من مزارع الجيش والشرطه، وان دي حاجات منتجات بلدي، وان الحاجات دي مذبوحه تحت وزارة الصحة صح يعني، طب البيطري، والطب البيطري، ومعروف مصدرها ايه؟ طبعا يا فندم في رقابات، في رقابة، وفي رقابة مستمرة على جميع المنافذ دي. يعني انا على طول في رقابات عندنا، في اي، لو في اي كومنت، في اي تعليق، في اي شكوى، في اي حاجة، بيبدأوا يتعاملوا معانا. لو في اي حاجة ايا يعني كانت، بالنسبة للجزار، بالنسبة للمنتج، بالنسبة للزبون، للمواطن، المواطن دي نمره واحد ان احنا نراضيه. تمام يا فندم. في مراضيه المواطن دي مش حاجه ان احنا، لا احنا عايزين نبين لك احنا كبلد، كوطن، احنا بنقدم احسن منتجات كويسه متوفره، ما تروحش تغلب، ما تروحش الكيس. الست المصريه، ست اقتصاديه، ست محدود دخل، عايزه هي بتفتح الكيس بتاع الفلوس بتاعها، انا عايزه اروح اجيب كيلو لحمه لاولادي، مش هقدر اجيب الكيلو ب 160 وب 180 وب 200 جنيه اللي عند الجزار الحر. انا عايزه اجيب الكيلو مدعم، بس لحمه تكون برده طعمها حلو. هو مش انا اي اجيب اي حاجه كلها وخلاص. تمام تمام. وفي في اماكن تانية بس بعيد خالص عن عن المنظومات بتاعتنا. وفي اماكن تانية بتبيع لحوم مستورد. وفي جزار حر بيبيع لحوم برده، يعني مش، انا مش حابه اخوض في حد يعني. في الحلو وفي الوحش. اما المنتج بتاعنا، منتجات تبع لوزاره الداخليه، هيئه الاستثمار تبع لوزاره الداخليه، مصلحه السجون. تمام. مزارع مصلحه السجون ومزارع الجيش. طيب انت يعني الصبح كده لما مثلا بتروحي تختاري الذبيحه بتاعتك،
انا ما بختارهاش بنفسي وبحط ايدي عليها وكده زي الجزارين. طب بتعملي ايه يعني؟ قولي لي، بتروحوا بتجيبوا المزارع ازاي، او بتروحوا المجزر ازاي، وبتبتدي تمام. بتشوف الذبيحه قبل ما تتذبح الاول، طبعا. ولا بتبقى في اغلب الوقت بيبقى في دكتور بيطري هناك طبعا وبيقف، طبعا انت بتختاري تقولي مثلا هاخد الذبيحه دي او كده او كده، ولا بتبقي انت الذبايح ازاي بقى؟ بتدخل في العنبر، الدكاتره الدكتور البيطري بيخش يكشف عليها، تمام اوكي، دي صالحه للذبح، تمام، بتخش تتذبح، بيدفع عليها العوائد بتاعتها وكل حاجه، الرسوم بتاعتها الصحيه. بعد ما بتتذبح بتاخد الختم بتاعها، تطلع على احسن وجه، تمام اوكي. اتفضلي. بس ما بمسكش يعني اللي يعني انت بتبشري بس كده. انا جه عليا وقت العيد اللي فات وقفت بعت انا للجمهور، خدت خبره من الجزار اللي ماسك السكين وبيقطع، خدت خبره وطلعت انا وبعت. بعت انت لقيت زبايني، لقيت الناس سابت الشبابيك بتاعت الجزارين، ستات ورجاله، وجايين فرحانين ان في واحده ست بتبيع لهم. تمام، يعني حاجه انا ما انساهاش. ما كنتيش خايفه بقى وانت ماسكه السكينه وبتقطعي وخلاص قلبك جامد واشتغلتي بقى؟ بس هي ممكن السكينه بتبقى ايديها بتبقى تقيله على ايدي تقيله الواحد. طبعا. بس لما يكون في حماس وعزيمه ان الواحد عايز يعمل مجهود كويس، عايز يفرح الناس اللي قدام منه. طيب فخلاص بقى. طب هناخد منى وارجع لحضرتك تاني. استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اسالكم سؤال، هو انتم منافذ امان اللي هي تبع الجيش دي، هي اللحمه دي بلدي؟ عشان في ناس بتقول حلوه وناس قالت مش حلوه، وهي البلدي ولا مش بلدي عشان الواحد لما يشتري يبقى مطمئن؟ طب اللي هتجاوبك بقى الاستاذه نور، هي فاسالوا اهل الذكر، هي عارفه بقى هتقول لك ايه. اتفضلي. لحوم كويسه طبعا، لحوم ما شاء الله عليها كويسه، مفيش اي. نعم. الكبده بتقولك والكبده. والكبده يا فندم، والكبده، الكبده بص هقول لحضرتك حاجه، اللحمه بتيجي العجل بيبقى جه شقتين، بيبقى فيه في الشقه بيبقى فيها الكبدايه سليمه لازقه فيها، تمام. اللحوم كلها بلدي محترمه جميله جدا ما شاء الله عليها، تمام. يعني تاخد وهي مطمنه؟ خدي وهي انت مطمنه، تعالي الفرع الفروع بتاع الفا مسكن، تعالي فروع الجيش، تعالي في الاربعه ونص تبع الجيش كويس جدا، فروع كتيرة جدا قدام مننا جميل. اطمني يا مدام منى، حاجة زي الفل. معانا أم آدم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حابة بس أسأل مع حضرتك، هو كل المراكز اللي في المحافظات تابعة اللي هو المركز يعني اللي هي شغالة فيه، أو في مناطق معينة بتبيع يعني هي شغالة فيها وكده؟ يعني انت عايزه تعرفي المراكز فين مكانها، ولا انت عايزه السؤال بتاع حضرتك؟ هي المراكز فاتحه في جميع انحاء الجمهوريه. ايه؟ في جميع انحاء الجمهوريه المراكز فاتحه يعني؟ لا، اصل في مراكز بين عندنا في كفر الشيخ زي محلات صغيره كده، فهي تبع برضه لتحيا مصر والجيش، فعاوزه اعرف هي تبعها ولا لا؟ بصي، هو احنا كلنا تحت رعايه منظومه واحده. ولو سمحتي عندي بس سؤال تاني، انه يعني لو ينفع انه مثلا اللحمه المفرومه والكلام ده طبعا مضمونه يعني من المكان ده او ايه؟ طيب حاضر. بس قبل ما تقفلي معايا عايز اسالك سؤال. اتفضل. رأيك ايه في ان الست المصرية نزلت في مجال الجزارة بقى، ونزلت عشان تقف في مجال الجزارة واللحوم؟ بجد انا بشجعها جدا وبقول لها برافو، لانها يعني مثل عظيم جدا والله العظيم بجد، مش عشان هي قاعدة مع حضرتك، لكن بصراحة يعني انا بحييها، ودي شجاعة كبيرة منها على فكرة، ويا ريت اقدر اقلدها. وتشتغلي في الجزارة برضو؟ انا شجعت كمان ان شاء الله. واقدر والله العظيم اعمل كده. طيب ماشي، كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا ليكي. وهي طيبه يا رب. الله يخليك. يعني جمهورك من الستات بيشجعوكي على الموضوع وعلى انا بشجع المراه المصريه انها تعمل. المراه اللي في حاجه للعمل تنزل تشتغل، شغل مش عيب. جزاره غير جزاره، انا اشوف ست بتسوق ميكروباص مش عيب، بشوف ست بتسوق تاكس مش عيب. المهم يكون في حماس، في تقدم، في نجاح، ما فيش احباط. انا اللي بيحبطني ببعد عنه. يعني انا من اهلي وعيلتي كتير قوي. نور انت مش كان ليهم معارضين يعني؟ كان في معارضين ليكي في الموضوع كتير كتير كتير،
من ازاي تقفي وازاي تقفي على قرمه وجزاره وسكينه لا هي ما كانتش في بدايه كده بدايه الموضوع ان انت هتفتحي تديري هتشتغلي في اداره لحوم دي لوحدها كانت بالنسبه لهم صعب مش هتقدري تديري فالحمد لله فضل ربنا يعني عليا نجحت. طيب اكيد في منافسين بقى يا في كل مجال عمل أكيد. بيبقى في منافسين بقى وفي أكيد. ناس يعني مش عايزينك تنجحي في حقدين في ناس في بيبقوا شايفين ان ازاي بقى هي ابتدت حطت رجليها في المجال وفي السوق لا احنا بنبتدي بقى نقف ضدها ونقف ان احنا بقى نحاربها دي حقيقة. ازاي ابتديتي تواجهي المحاربات ديت يعني عملتي ايه وابتديتي ازاي يعني عرفتي ان الناس دي بتحاربك وازاي وقفتي بقى عملتي ايه عشان تبقي قد الحرب دي؟ لا انا اللي كان عليا اتحاربت فانا اتحاربت كتير قوي وكل لكل انسان ناجح طبعا لازم يكون في نسبه اعداء يعني كتير وخصوصا انا اول مره مش بحب اتكلم على رجاله وحش رجاله ناس محترمه جدا الشعب بتاعنا شعب محترم جدا انا لقيت نفسي بتحارب من رجاله من رجاله ازاي واحده ست تدخل المجال ده ازاي واحده ست تقدر وتنجح وتقف وتعمل ومكان ياخد سيت كويس وسمعه كويسه وسمعه طيبه كنت فعلا بتحارب لغايه من فتره قريب بس بقدر ان انا ارد فخلاص طالما عندي العزيمه ان انا اصد خلاص ما يقدرش عليا يقدر على قدره ربنا سبحانه وتعالى فخلاص ديكي جمله شهيره كده وانت واقفه كنت مره يعني سمعتها وانا ماشي كده مره وده لفت نظري اللي انت واقفه وكان في ناس واقفين معاكي كتير وكانت الدنيا زحمه فروحت قايله جمله كده شهيره كده اللي هي بالصلاه على النبي الصلاه على النبي في احلى من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام طبعا صلاه النبي بتغذي بتنزل السكينه في قلوب اللي حوالين مني لو حد بينظر لي حد بيشوف النجاح ومش بيقول بسم الله ما شاء الله لا انا دايما اقول قول بسم الله ما شاء الله اقول لا قوه الا بالله قول بالصلاه على النبي هي كلمة الصلاة على النبي دي جميلة طبعا ما شاء الله ذكر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده حاجة جميلة جدا أنا دائما أقولها يعني من طبيعتي إن أنا على فكرة اعتمرت وحجيت بيت ربنا وقول للحاجة نور أنا حاجة نور الهدى صغيرة سنة لكن كبيرة عقلا بحب اللقب الحاجة نور تمام مش شارية اللقب لا أنا لواحدة تانية تقول لا قولي يا مدام قولي يا استاذه انت صغيره لا انا حابه الكلمه طيب هناخد ام ندى وارجع لحضرتك تاني ام ندى اتفضلي يا فندم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هو بصراحه انا عاوزه اسال الدكتوره مع حضرتك سؤال اتفضلي هو انا مش دكتوره انه لو حابه اشتغل في المجال ده او حابه اساعد جيش الشرطه في الموضوع ده اعمل ايه يعني انت المجال حابه يعني لما سمعتي مدام نور وهي بتتكلم بتقول اللي هي دخلت في مجال الجزاره وان هي ابتدت عملت مشروع في الجزاره وابتدت مشيت فيه انت وانت قاعده سامع الحوار اتحمستي اللي انت عايزه تبقي تعملي حاجه زيها ايوه لان بصراحه كده كده يعني انا مطلقه ومعايا طفله وكده فانا وقتي فاضي يعني لو هينفع وكده يبقى شكرا قوي حبيبتي حاضر هخليكي تبقي تتواصلي معاها انت منين منين من كفر الشيخ من كفر الشيخ برضه طيب هتسيبي رقمك وهناخده منك في الكنترول وهخليكي تتواصلي مع مدام نور ان شاء الله وتوجد لك حل باذن الله تمام ماشي شكرا لو ليك لو ينفع حضرتك تديني رقم مدام نور يبقى شكرا حاضر هنسيبه لك في الكنترول يا فندم حاضر طيب شكرا ليكي طيب شفتي ان الست المصريه وهي بتتفرج على ست مصريه زيها ابتدى الحماس يدب فيها طبعا. يعني حبت ان هي شافت نموذج قدامها اشتغل في مجال معين ابتدت كل واحدة عندها فراغ تقول لا أنا ممكن أعمل زيها ممكن أبقى زي النموذج ده أنا عايزة أنجح في أي مجال يعني مش شرط الجزارة أو ولكن ابتدت الست المصرية نقول اللي هي جواها حماس رهيب جدا وطاقة إيجابية كبيرة جدا ده بيخليني أقولك إن أنت جبت الطاقة اللي جواكي ديت وأنت داخلة في المجال دوت مين اللي اداكي كل إنسان مننا بيبقى في حد بيبقى وراه باباي بابا ادانا ال طيب. بابا طول عمره يعني ربنا يبارك في عمره له صحة دائما ما تناموش اتحركوا اشتغلوا شغل مش عيب اشتغلوا في مالكم ما فيش مالكم مش عيب ان الواحد يروح يشتغل
في محل يشتغل عند حد. احنا مش الناس كلها طلعت بشوات، لا، كله بيبدا من الصفر، كل بدايته من الصفر. انا وانا صغيره افتكر حاجه، كنت في اعدادي كنت عايزه اخد درس خصوصي وبابا ممنوع دروس، فتوجهت ان انا عايزه اشتغل عشان اجيب، وانا طالبه وبنوته عايزه اشتغل عشان اجيب مصاريف الدرس الخصوصي. تمام، اشتغلت في مكان في حاجه مش بتاعتي لحد بقى ما اخويا الكبير شافني وجابني كده لبابا، فكانت صدمه. ففي الاخر بابا قال هي ما بتعملش حاجه وحشه، هو كل الموضوع بس ان انا عملت من وراهم، من وراهم بس. لكن حاجه كويسه مش وحشه. طيب هناخد استاذ جمال وارجع لحضرتك تاني. استاذ جمال اتفضل. كمال، كمال استاذ كمال. ايوه حضرتك، كل سنه طيبين. انت طيب يا فندم. عياد النور، يوم المفتوح النهارده له طعم تاني مع المدام نور. والله الله يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك. مدام نور يعني اسوه بالحكايه اللي بتحكيها، الدروس الخصوصيه وجريت وشقيت عشان تكون نفسها وتدفع الفلوس بتاعت الدروس الخصوصيه. فدي يعني حاجه جميله نقتدي بيها المدام نور دي. الله يخليك يا فندم. طب انت رايك ايه في رايك ايه في الموضوع اللي هي المشروع اللي دخلت فيه مدام نور، الجزاره، ومجال صعب جدا على المراه، ولكن هي كان ليها تحديات ودخلت فيه. يعني عندنا في الشرقيه جزارين يعني مشهوره يعني، ولحمه الجمال والحاجات دي في الشرقيه بالذات دي، يعني بالنسبه لها مشروع جميل جدا، جميل. وبعدين هي حباها يا سعاده الباشا، هي حباها حاجه حباها جميله. طبعا هتتقن فيها طبعا وهتنتج فيها ان شاء الله. تمام. وانا عايز احيي المدام نور واحيي اسرتها الكريمه كلها بمناسبه عيد الفطر المبارك. الله يخليك يا فندم، شكرا ليك يا استاذ. سنه طيبه وعيلتها واسرتها الجميله دي طيبين، ان هم شجعوها برضو. شكرا ليك يا استاذ كمال، شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا فندم. طيبين جميعا واسره البرنامج كامله. شكرا ليك يا فندم، شكرا، بحييك يا فندم. طبعا في رجال برضو ابتدت تخش معانا وتشارك، وشايفه ان اللي انت عملتيه حاجه حماسيه لكل راجل وكل ست شاف الموضوع دوت. حاسه ان في برضو الست المصريه، في نماذج مصريات كتيره جدا، في ستات مصريات بتكافح، بتكافح يعني مكافحه رهيبه جدا. بنشوفهم بينزلوا يشتغلوا في شركات عمال نظافه، بينزلوا يشتغلوا في محلات، بينزلوا يشتغلوا في كل ما تتخيليه. الست المصريه بقت بتنزل، ما بقتش تقول لا، ما بقتش تقول انا هقعد في البيت وفلان يصرف عليا او فلان يديني او أي. ممكن تكون ليها ظروفها، مطلقه، منفصله، وما بقتش تقعد خلاص، بقت تدور هي على اكل عيشها، وبقت تنزل تحط رجليها في مجال العمل، وتبتدي ان هي برضه تقف تقول لا، انا ما حدش يبقى ليه جميل عليا، انا هنزل واقف واصرف على اولادي. شايفه الست دي من وجهه نظرك تقولي لها ايه؟ طبعا اولا انا بحيي المراه العامله، المراه اللي ما استنتش حد يخبط على بابها ويديها، ما راحتش لاخوها طلبت من اخوها ولا من اختها ولا من اي حد، اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى ثم على جهدها. انها تجتهد وتنزل تشتغل، شغل مش عيب، شغل عامله ايا كان نوع العمل ده شرف. بيكفي ان انا عن نفسي ان وانا صغيره انا معايا اولادي ما شاء الله، انا على فكره مش صغيره، انا عندي 20 سنه و19 سنه، ربنا يخليهم. تمام، في الجامعات ربنا يخلي. من يومي وانا لو انا محتاجه حاجه ما اطلبش من بابا، ما اطلبش من حد، خلاص استنى شويه، فكره جت في دماغي عايزه اعمل الشغل ده، عايزه اعمل المشروع ده، اجتهد بيه وربنا بيوفقني، التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكل مجتهد نصيب. فما تعودتش ان انا اقعد في البيت، ان انا اقعد ست في البيت استنى حد يجي اخويا يصرف عليا ولا ابويا يصرف عليا ولا زوج لو موجود زوج، ما فيش كلام ده خالص. اتعودت ان انا اولادي عايزين حاجه انزل اشتغل، شغل مش عيب، طالما الشغل حاجه شريفه، حاجه كويسه، مصدر حلال، خلاص اشتغل. طيب بما اننا بنتكلم عن الاولاد بقى، وانت معاك حضرتك ولدين ولا بنتين؟ ولدين. معايا ولدين. طيب الاولاد سنهم ما شاء الله يعني 20 سنه و انا متجوزه صغير. طيب لما جت ماما تنزل بقى العمل وتنزل في مجال الجزاره، وشافوا ماما بقى هتنزل في المشروع ده، تمام، كان رايهم ايه؟ يعني وافقوا ولا عرضوا ولا قالوا لك ايه؟ أنا ماما في اجازه ازاي يا ماما هتنزلي في الموضوع ده؟
لا انا في اجازه الجامعه بنزل ولادي معايا. بينزلوا معاكي؟ تعالى انزل معايا ايدك بايدي، لازم ننزل مع بعض. اشتغل، عايز تشتغل اشتغل، اشتغل قبل ما تتخرج من الجامعه، قبل اشتغل يا بابا. نفسك في حاجه انزل اشتغل معايا. يعني انت بتخليه يشتغل على اساس طبعا. ان هو بتدي له نظير الشغل معاكي ده مبلغ، بس مش هيمسك طبعا. لا لا على اساس و... على الاقل انا عندي الولد الصغير اداره مثلا. اداره ما حاجه ماليات، بس واقف بيشوف الدنيا ماشيه ازاي او بيدير ماله زي ما بنقول يعني. وعندي الصغير، ابني الصغير بينزل يمسك السكينه ويبتدي. لقيت الجزارين بيقولوا لي سيبيه. لقيته ما شاء الله عليه، ابتدى هو عنده موهبه مثلا. طب فابتدت الجزارين اللي عندك لقوا عنده الموهبه قالوا لك خليه. بس خاف عليه طبعا ايديه، لكن لقيته ما شاء الله، فلقيته يعني الحمد لله. سبتيه في المجال بقى ينزل؟ لا مش سايباه. لا يعني هو بجانب دراسته، بجانب دراسته يعني هو حابب المجال، هيبتدي ممكن يدوس فيه زي ما بنقول يعني. ليه في البيت التواصل الاجتماعي والحاجات اللي هي ملهاش لازمه، اللي هي روشه الشباب دي؟ لا تعالى ما تديش فرصه للشاب المصري انه يقعد مع نفسه، التواصل الاجتماعي، الحاجات اللي بتفسد عقول الشباب. لا تعال. طيب اشغله بالشغل. نصيحه لكل امراه مصريه في نص دقيقه تقولي لها ايه؟ بصي بقى للكاميرا. نصيحه لكل امراه مصريه، الشغل مش عيب، همي واشتغلي، اعملي مشروع صغير لو ب 500 جنيه لو ب 1000 جنيه هتعرفي تقفي على رجليكي، ما تحتاجيش لحد. يعني مش عارفه، انا عن نفسي كنور انا ما استنيتش حد يديني حاجه. ما كتير، رغم ان كتير جت عليا ظروف ما كانش بيبقى معايا فلوس. كتير مر عليا ظروف كانت الحياه دنك زي ما بيقولوها كده. لكن الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا عليا وتفكير دماغ والحركه واشتغلت. استمريتي واشتغلتي ونجحتي؟ ونجحت ونزلت وطلعت ونزلت وطلعت الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انا كبشكرك، مرسي، نورتيني. مرسي. وكرمز للمراه المصريه، وريتي ان الست المصريه ما بتغلبش، الست المصريه ممكن تشتغل في اي مجال، الست المصريه هتفضل هي الام والاخت والزوجه والمراه العامله. فبنحيي الست المصريه وبنقول لها ان شاء الله الى الامام. وكل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه ونورتيني، وان شاء الله نشوفك بقى باذن الله بعد كده، نصورك في المجال وانت واقفه بتبيعي للناس بقى، ونقول ادي المراه المصريه باللبس الجزاره واقفه بقى بتبيع. لا مش بلبس الجزاره، لا اكيد بيبقى ليكي برضو حاجات تانية يعني. طب. في وانت بتبيعي. كل سنه وحضرتك طيبه ونورتيني. طيب. وان شاء الله نشوفك على خير يا فندم. نورتيني. اعزائي المشاهدين، شفنا نموذج للمراه المصريه في مجال خطير جدا وهو مجال الجزاره. نتمنى ان كل امرأة مصرية يكون عندها الوعي والثقافة وعندها الفكر والقدرة والعزيمة ان هي ما تغلبش، ما تستناش حد يصرف عليها. انزلي في مجال العمل هتقدري تحافظي على نفسك، وانزلي وقفي مهما كانت المضايقات هتقدري ربنا يثبتك وتنجحي، وان شاء الله ربنا يكرم كل المصريين وكل المصريات. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. فاصل ونعود اليكم بعد قليل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حتة. الفقرة اللي جاية مهمة جدا هتعجب ناس كتير قوي. فاصل ونعود إليكم بعد قليل.